سيادة الرئيس كانت توجيهات لينا واضحة جدا، الوقوف بجانب مؤسساتنا الصحفية وإعادة هيكلتها، وإنها فعلا تبقى هذه المؤسسات ترجع تاني تدار بطريقة مظبوطة وتكسب وتنتشر. ودي مش مسؤولية الإدارة بس ولا مسؤولية الحكومة بس، مسؤوليتكم انتوا كعمال أولا، إزاي نحمي هذه المؤسسة العريقة، إزاي كلنا نتكاتف، إزاي كلنا أيضا حتى لو الدنيا صعبة شوية تيجي علينا شوية، بس عشان نقف جنب مؤسساتنا وعشان نقف جنب بلدنا. ظروفنا مش سهلة لكن احنا كلنا واقفين مع بعض، وانتوا شفتوا يمكن لما كان هناك يعني مشكلة مالية بلا شك لم نتردد، وقفنا مع المؤسسة والمؤسسات الصحفية. بس هل يا ترى هنقف على طول ولا جه بقى وقت ان احنا نبتدي نقف ونبص بصة نظرة شاملة كيف فعلا نستطيع ان تدار هذه المؤسسات بطريقة اقتصادية، وكيف تستطيع هذه المؤسسات ان تنهض وترجع تاني لأسمائها وأسماء إصداراتها العظيمة، ترجع تاني تنتشر وتتوزع. حاطين قدامنا كل التحديات، ويمكن كنت لسه مع إخواتنا في دار المعارف بقول التحديات كبيرة، التنافس كبير، لأن وضعنا إحنا وقيمة مصر إنها تبقى دايما في المقدمة. أنتظر من عمالنا الشرفاء الكثير الكثير، أنتظر منهم إن إحنا نقف كلنا إيد واحدة، أنتظر منهم مزيد من الجهد، لأن مفيش حاجة بسهولة على فكرة، مفيش حاجة بتتم إلا بالجهد والعمل. وإذا كان النهاردة في مصر في كل مكان الناس حاسة إنه في أمل، الأمل يرتبط بالعمل ويرتبط بمزيد من العمل ومزيد من الجهد ومزيد من العرق وأقل ما يمكن من المطالبات والطلبات عشان البلد تنهض وعشان البلد تقدر تعمل حاجة. ما تنسوش ان احنا انهكنا في مرحلة معينة اقتصاديا، وهتبني بلدنا في جميع المجالات. اما نبص لجميع المجالات مفيش مجال احنا راضيين عنه، مفيش مجال الا ما فيه تحديات كبيرة، مجال الصحة، مجال التعليم، المرافق، الصرف الصحي، العشوائيات انتوا شفتوا امبارح التويقه. وكلام واضح ان التحديات كبيره، وهذه التحديات بموارد محدوده حاليا تتطلب اعلى كفاءه في الاداره، لان لا يمكن ابدا ان احنا نقول عندنا موارد محدوده وعندنا ايضا اداره محدوده، ما ينفعش، هتبقى الحقيقة الكارثة كارثتين، لأن سوء الإدارة هو اللي بيؤدي دايما إلى مزيد من الخسائر. وبالتالي كان قدامي عشان إحنا فعلا ويعلم الله ناويين إن إحنا نقف جنب مؤسساتنا الصحفية دي ونقف بقوة، إن أنا آجي وأقعد مع عمالنا وأقعد مع الناس اللي شايلة على كتافها هذه المؤسسة، اللي هم الإدارة والمحررين والكتاب والعمال، عشان نقول العزم موجود والبداية التوكل على الله، لكن لازم يكون انتوا أيضا عندكم إصرار وأيضا مستعدين ان انتوا تدفعوا ثمن النجاح. مفيش نجاح من غير ثمن، ارقوا تفتكروا ان النجاح من غير ثمن. لو جيتوا رجعتوا لتاريخ أي مؤسسة من المؤسسات دي أكيد كان فيه عرق وكان فيه جهد وكان فيه ناس تعبت كتير. احنا عايزين نستمر، عندكم اسم تجاري كبير جدا، عندكم إصدارات رائعة تتعلق بشرائح مصر كلها، عندكم مجلات بتخاطب المجتمع كله، لأن في نوع من عبق التاريخ والذهب بمصر. فكروا ده انتوا كل شهر ممكن تعملوا حدث كبير. هنعمل ده يا فندم، خلاص احنا هنعمل ده بعد المعرض الكبير. هذا المكان ده وقبل مؤتمر شرم الشيخ ده لازم يبقى حاجه تانية خالص. ماشي ان شاء الله. ليل نهار شغل ان شاء الله. افكار هتجيب فلوس،
والفلوس تجيب فلوس ونجيب أرباح والأرباح تتوزع على الجميع وعلى رأسهم العمال. هو كده عشان ما فيش أرباح. لا 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 احنا عايزين نشتغل. بص عايز أؤكد لك حاجة وده سبب ان انا بقى جاي من وقت عمل. يا ريس محدد الفساد اهم من محدد الارهاب يا ريس. اتكلم في دي يا ريس على مستوى جميع المؤسسات الصحفيه والمصالح الحكوميه. كويس. الفساد هو اللي موجود يا عم مش الارهاب يا ريس. لما تيجي تحارب وتحارب الفساد مع ناس الارهاب هو ده اللي جايبها. لا احنا بنحارب الاثنين. ماشي يا مصطفى. احنا يا مصطفى بنحارب الاثنين. ماشي؟ لان الارهاب والفساد ماشي بس احنا بامر الله قادرين ان احنا نحارب الكلام ده. يا مصطفى ما بقاش الكلام ده دلوقتي. عايز اقول لك حاجه كاخ عزيز. الصوت العالي ما بيجيبش نتيجه. سيادتك عندك حاجه حضرتك تشرفني واهلا وسهلا بالمستندات احنا معاك. نعم لا انا هدخل هديك معاك النهاردة الساعة 8:30 بالليل بس تجيلي المستندات وهيكون في على اتصال. انا مدام حضرتك عندك قضايا فساد انا شخصيا هتصل بالسيد النائب العام وحضرتك تروح له بكرة بإذن الله تسلم الملف بتاع الفساد. احنا لا بص كلام كبير كده من غير مستندات احنا ما. لكن حضرتك عندك مستند اهلا وسهلا بابنا كلنا مفتوح وموجود عندنا نيابة عامة ما بنقولش اتهامات مطلقة لان ما عندناش حتى الوقت ان احنا نضيع وقتنا. ما فيش حد يا اولاد في ايده عصا سحرية يخلص في يوم. لكن في رؤية واضحة جدا. احنا مش هنصرف جنيه الا ما نتأكد ان الجنيه ده يرجع ولا ايه؟ ما ينفعش ما بقاش عندنا. وبالتالي احنا لما قلنا هنكون لجنة على مستوى عالي جدا هتدرس حالة كل مؤسسة وانا ابتديت بدار المعارف ودار الهلال نشوف احنا هنجيب مطبعة. طب المطبعة دي تمنها كام؟ هتترد ازاي؟ لان ده مال الشعب. خدوا بالكم مش مال يعني ده مال شعب. فعشان نصرف او نجيب مطبعة او نجدد لازم نكون واثقين ان احنا هنقدر ندير هذا وهيأتي هذا بثماره مش بكلمات انفعالية. احنا واقفين معاك قلبا وقالبا ودي توجيهات السيد الرئيس ان احنا نوقف مع عمالنا في المؤسسات الصحفية. وعشان كده انا جيت النهاردة لكم هنبتدي بداية جديدة هندرس نشوف احنا نملك ايه نبتدي نستثمره ازاي عندنا ايه. طب النهاردة لما نروح للبنوك ولا افرض خدنا قروض وتزيد البلة طين النهاردة لما بتاخد قرض عليه 13-14% فوائد هنسده ازاي؟ انا عشان اخد قرض عليه 13-14% لازم اكون بكسب على الاقل 20% ولا ايه؟ ولا اكون انا باخد 13% وبكسب 5% يبقى فيه 8% خسارة. انا بنافس خدوا بالكم بنافس قطاع خاص. قطاع خاص مصاريفه الإدارية أقل. كل ده عايز مننا جهد وفكرة أكبر مش عايز كلمات انفعالية.